السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر هاني العيدي، هيتكلم معاكم النهاردة عن بوفرمنج بال اوبريشن ويز ويندوز باور شيل. ايه بالك اوبريشن دي؟ قالك بالك انت الاول كنت انت ما بتيجي تعمل ممكن عاوز تضيف يوزر بتضيفه، بعد كده مثلا تضيف يوزر اسمه محمد خلاص وحطيت الخصائص بتاعته. طيب جميل، عاوز اضيف محمد خلاص انت ضفت محمد. طب انا عاوز اضيف هاني، اعمل الخطوات دي تاني، عاوز اضيف علي. لا طب انا عاوز اعمل كل ده الاضافات المجموعة اليوزرات دي كلها مرة واحدة في خطوة واحدة. هنستخدم عملية حاجة اسمها بالك اوبريشن، اللي هي بتستخدم أكتر من يوزر، بنش أكتر من يوزر أو أكتر من جروب أيا كان في وقت واحد. تعال نشوف بتتعمل ازاي. أول حاجة هتفتح ملف اكسل، استنى لما نشوف عشان بدل ما نكتب. بتفتح ملف اكسل، وتكتب هنا النيم مايكل حسن نهى على سام اكونت زي ما انت شايف. الباص اللي هو المصاب بتاعك سي ان يوزرز دي سي الالي دي دي سي دوت كوم. ما انا عاوز احطه فين؟ في الفولدر اسمه يوزر. طبعا انت ممكن تقول او يو او تغير بقى المصاب بتاعك. باس انيبل عشان تخلي اليوزر ده انيبل، باسورد ده الباسورد، تكتب اي سي دي ات 1 2 3 ايا كان بقى 1 2 3 1 4 5 ايا كان الايه. المهم ما تيجي تعمل فايل وما تيجي تسيفه، نعمل سيف هنا از لان هو مسيف قبل كده، فلازم تسيفه بحاجة اسمها سي اس في. تمام، وبعد كده هتقول ايه؟ طبعا شوف هتحدد فين اللوكيشن بتاعته، وادي يكون زي ما هو هنا ادرس كتب، وهنعمله يوزر هنا 3 ونقول له ايه سيف. لو انت عاوز تسيف بس يس وما في لو تسيف وخلاص. هذه يوزر تاني هو مغادر سيف، هو سيفه بمتاد سي اس في. تمام، وبعد كده هحط وليكن الملف ده فين؟ في على السي. نروح بقى على المكنة نقفل ده عشان ما نتوش نسوي ده احنا تايهين ايه الكلام ده كله. نقفل ده سالب ده سيب ده ونعمل ده رايت كليك ونقول له بس هو ادانا ايه يوزر سي. تعال هنا ما نفتحه ده، طبعا انا عامله في الاكسل بس هو اخد الاكسل وعمله على الطايل و النوت باد، ففتح بالشكل ده والنيم تحت النيم سم اكونت الباس انيبل الباسورد. تمام، ادي هنا انت تمام. طيب الناس تاهت مني ايه؟ طب المفروض طبعا دي مكنه، فانا ما عنديش هنا، مش منزل هنا مايكروسوفت اكسل، فانا منزله على المكنه الاصليه على الجهاز الاصلي. فانا انشأته وبعد ما انشأته عملت كوبي وفتحت هنا اللي هو ماي كمبيوتر وحطيتها هنا على السي بالاسم ده. تمام، قال لي انت كده تمام، انا كده فهمت. يبقى احنا عملنا اول خطوة ايه؟ قال لك تعالى نفتح معايا من عندنا عشان ايه؟ عملت عمود اسمه النيم، وعملت عمود اسمه سمكة، وعملت الباص بتاعتي ده هياخد المسار، وعملت نيم، وعملت الباسورد بس كده، مش عاوز منها حصل كده.
خلاص قال لك كده، خلاص كده تمام، قال لي انت كده تمام. طيب انا فتحت اهو السيستم، عاوز اكتب بقى الامر، خلاص سيفته، عاوز اكتب الامر في الباور شيت. قال لك تمام، انا عندي الامر مربوط اهو. طيب ايه الامر اللي فوق ده؟ قال لك عشان ما نتلخبطش من بعض، نرجع كده اول ده كده تاني ونعمل كده عشان محدش. تمام، لما بقى قال لي الامر اسمه import slash csv. تمام، وبعد كده بقول له user 2 او user 3 او ايا كان، احنا طبعا هنعمل له user 3. تمام، مش احنا حطينا على السي يوزر سي دوت سي سي اس في، ده الامتداد بتاعه ده. انا كده زي ما بقول له ايه، هات لي الملف ده، خلاص هو راح للملف ده. وبعد كده هنعمل شرطة كده قايمة فور اتش اوبجكت. ايه فور اتش اوبجكت دي؟ لازمتها ايه عندي؟ قال لك الفور اتش، الفور اتش اوبجكت دي مهمتها اللي هي تاخد العمود او الاوبجكت من الملف. بمعنى ايه؟ مش فاهم. قال لك تعالى نكمل، تعالى بعد القوس نفتح قوس وبعد كده نقول له ايه نيو اد يوزر. طبعا احنا عارفينها دي يعني اتعودنا عليها، النيم ماينس ويزت النيم. تمام، بعد النيم مسافة، تعمل علامة الدولار ساين، هي يعني زي تعليمة كده بيستخدموها مع الامبورت، مع اللي هو البارامتر اللي هو الامبورت، وتقوم عامل ماينس وتقوم دايس تكتب دوت نيم. يعني قال لك معنى ان انا حطيت العلامة دي يبقى هو كده ولا كده هيروح. طب العلامة دي مش معنى العلامة دي، لان دي بتستخدم مع الامبورت، هي هي معاه. تمام، فبنقول له لا روح هات النيم، انا عاوز النيم منين؟ من الملف اللي هو اسمه يوزر 3، فندور على العمود اللي هو مكتوب عليه النيم. طب مين اللي يخليك تدور جوه هنا؟ اللي طب اللي موت تقول لا، اللي موت يقول لك هاته. تمام، يعني ده هات. مين بقى اللي يخليك تدور؟ تعالى بقى الفور اتش اوبجكت هنا بقى يخليه يقعد يدور على النيم، ويقوم حاطه فين؟ في ايه بالنسبة خاص النيم، على حسب انت حاطط بقى عليه احمد حسين مش عارف ايه. والديسبلاي نيم قلت له هات النيم زي الاولين، مسافة ماينس باص. طب الباص يجيبه منين؟ قلت له علامة الدولار بعد فيها ايه زي ما انتوا شايفين. ثواني كده، سواء يا جماعة دي مش انا حتى بقول يا رب مش ماينس، اللي هي اندر سكور. تمام، اندر سكور علامة الدولار بعد كده اندر سكور بعد كده نقطة بعد كده نيم ماينس ديسبلاي نيم مسافة علامة الدولار ساين وبعد كده اندر سكور نقطة نيم الباص. طب الباص ده يجيبه منين؟ قال لك ما الباص انت اصلا قايله قبل كده، قايله فين؟ دخلته فين؟ دخلته في الملف. قال لك اه، لو انت فتحت هنا الملف بتاعك انت ذاكر كلمة باص اهي، سوري الباص اهي، هو هيروح لايه؟ لدي. طب انا مش عاملها انا كوتيشن دول، لا هو عملها اوتوماتيك، مش سوى سيفتها بسي سي اس بي، خلاص هو هيتصرف. تمام، اللي هنا تمام اللي هنا فهمت، يبقى هو هيروح ياخد علامة الدولار ساين وهياخد نقطة باص، ياخدها منين؟ من ملف اللي اسمه يوزر 3. طيب الباسورد بقى،
كاونت باسورد، انا عاوز اعمل باسورد. قال لك هتكتب هنا convert to secure string. يعني ايه convert to secure string؟ يعني هياخد الباسورد، هياخدها منين؟ من ملف اللي اسمه يوزر 3. مين اللي هيخليه يروح يدور ويبحث ال 4H؟ طب يبحث على ايه؟ قال لك على حاجة اسمها الباسورد، على اسمها الباسورد، لما يعني بتدور ساين اندرسكور دوت باسورد. يعني هو يخليني اروح ابحث عليه. تمام. مسافة سلاش اس بلان تكس، دي عملية زي ايه، بيوفر او بيأكد لك الوصول للباسورد. تمام. انا مش عارف provided access to AS بلان تكست بارامتر، يعني بتمدك للوصول للايه، التكست. تمام. قال لي كده تمام. وبعد ما استخدم دي بتيجي معاها حاجة اسمها سلاش فورس، زي زيادة تأكيد لو في أي مشكلة. أنا هحاول إيه يعني، مش فيها مشكلة، يعني بيحاول يتمم عملية الباسورد. تمام. يعني الاتنين دول بيجوا مع بعض. تمام. قال لي تمام. ايه في القوس، وبعد كده تقول له انيبل سلاش ستور، يعني خليه انيبل مسافة سلاش مسافة ماينس باسورد نيفر اكسباير ستور، يعني خليه ما تقولوش ايه الباسورد ما تبقاش اكسباير. تمام. نيفر اكسباير مسافة سلاش او مساء اسمها ماينس وباسورد. طبعا احنا قلنا الباسورد دي بيخليك يأكد عملية الباسورد، يتممها على خير، ما يحاولش ايه يعني يوقفها. طب ما انت ايه اللي هنا في الاول ايه سي بلان تكست، ده عشان ياخد التكست اللي انت كتبته. تمام. ويتأكد ويأكده ويحوله هو اوتوماتيك، بيحوله هنا convert to secure. بعد ما خلص كل ده، لا ده انا بقى بتمم لك الليله دي عن طريقة اسمها باسورد. تمام. كلهم مرتبطين ببعض. طبعا الناس ايه ممكن تتلخبط بين دي، بس انت عاوزك يعني تبقى فاهم الاي اس بلان تكست دي بتوفر، يعني بتخليك تعرف توصل او تاكسس على ايه، على التكست اللي انت خدته. انت مش كاتب تكست، انا عاوز اوصل له، اكد عن الوصول دي في اللي انت كتبته في تحت العمود الباسورد. تمام. وطبعا باول ما استخدم لي استخدم الايه الفورس معاه بالنسبه للحاله بتاعتي. تمام. انا هاخده طبعا كوبي وبيست. تمام. وافتح هنا، هنعمل ايه هنا، هكتب هنا cd سلاش وادوس انتر عشان اخش على السي، لان انا اصلا حاطه على السي. واعمل رايت كليك هنا واقول له edit paste، هو اوتوماتيك كتب لي. طب انت ليه عملت يوزر 3 وليه طلعت من administrator؟ عشان هو انا اصلا على السي، حاطط الملف في السي، فلازم انزل لادمنستريتور بعد كده نطلع من اليوزر نروح على السي عشان ملف موجود على السي. ممكن احطه هنا عادي في الادمنستريتور، اخش بقى في السي يوزر ادمنستريتور. طب انا ليه يعني، هو بعد بغني. تمام. خلاص ماشي جميل. قوم دايس انتر وادوس انتر تاني ونشوف اللي حصل. ضاف يوزر اسمه مايكل، وضاف في يوزر اسمه حسن، وضاف يوزر اسمه نهى، وضاف يوزر اسمه هاني، وحسن ده ما ضافش ليه؟ قال لك عشان موجود قبل كده. طب تعالى نفتح هنا اليوزر ونعمل هنا ريفرش. تعال بقى نشوف، ادي هذا، اعمل رايت كليك واقول له ديليت، وادي نهى
عمره عايز كليك واقول له ديليت. وده مايكل عمره عايز كليك واقول له ديليت. في حسن هنا، هو المشكلة ان انا مش شايف حسن. هو اسمه حسن ولا كان اسمه ايه بقى؟ هو المفروض حسن، انا مش شايف حسن خالص. طيب هو مشكلة في دوان ماشي، تعالى سميه هنا جان ونعمل هنا حسن، دي نعملها جان. ممكن يكون موجود قبل كده انا مش والله. من فايل سيف وليش. تمام، تعالى نعيد نفس الأمر ده تاني. شوف شوف ده مفتاحها تاني، وانا من هنا سي دي ومبس اش وادوس انتر وما اسكريك وادو اديت بيت وادوس انتر وادوس انتر تاني. هنشوف ايه. الحمد لله هو اضاف يوزر مايكل، وضفنا جان بدل حسن، وضفنا نهى، وضفنا هالي، وتعاملوا تحطوا فين؟ في سي ان هالة سي ان يوزر دي سي ال ال دي دي سي دوت كوم وان انيبل تو ريفن نيم. ما قدرتوش كيف ينفعوا ما حطوهوش اوبجكت ادي اليوزر. تمام، والسب نيم والسب انسباد انا ما عملتهاش، ممكن اعملها، ممكن اضيفها واغير فيها. تمام، قال لي ايه؟ تمام كده الموضوع سهل اهو. انا استخدمت، انا ضفت اكتر من يوزر في وقت واحد عن طريق ملف، واستخدمت امر اسمه import csv. يبقى انت اول خطوه لازم تعمل ايه؟ قال لك لازم تنشئ ملف اكسل او الاكسل. تمام، وتكتب العمود ومش عارف سيم نيم والباص والانيم والباسورد. اما حاجه لما تيجي تسيف وتقول له فايل سيف اس وتقول له ايه سي اس في خوما دي 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 ليميتد. تمام، اللي هو سي اس في امتداد سي اس في وتقول له سيف. تمام، وبعد كده تقوم اخد الملف وحطه فين؟ في السي من بره، عشان لما اجي استخدمه في الباور في الباور شيل ابقى موجود على طول، مش هقعد ايه ادور عليه، مش هقعد بقى احط ايه. ما هو كان بيقول لي خش في هو يوزر لو انتوا فاكرينه وادمنستريت واحطه هنا وليه وغير القلب ده انا احطه هنا بقى. هو بعمل شرطة واطلع منها خالص. تمام، وسميته بيوزر ثلاثة. تمام، قال لي تمام. اهم حاجة لما تيجي تعمل الامر ده لازم يكون اسم الملف ده نفس الاسم الرباعي، نفس الاسم اللي انت حاططه في السي. يوزر بقى اتنين، يوزر تلاتة، المهم متأكد. واستخدمنا حاجة اسمها فور اتش، هي اللي بتساعدنا عشان يوصل للأوبجكت داخل الملف. عملية بس ايه زي البحث كده، زي السيرش. تمام، أوبجكت. تمام، وقلنا بقى ازاي بتتعمل. استخدمنا في الـ في الامبورت بنستخدم بارامتر او بنستخدم حاجة اسمها مارك واندرسكور دوت نيم. تمام، قال لي تمام. طبعا انا ممكن نعمل السور نيم، ممكن اضيف هنا حاجه اسمها السور نيم واقوم كاتب الاسم اللي انا عاوزه.